كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، لان غض البصر يكسب الانسان قوة ايمان ويقين. وكل مجتمع تقاس حضارته بمقياس استغناء نسائه عن العمل، فاذا وجدت مجتمعا قد خرجت نساؤه للعمل فاعلم انه مجتمع متخلف متأخر، لا يقوى رجاله على حماية نسائه. فاذا ما عاد زوجها في المساء سألته سؤالين. قالت له في السؤال الاول: كم نزل اليوم من القرآن؟ وقالت له في السؤال الثاني: وكم حفظت من حديث رسول الله؟ اذا صلح نساء المجتمع صلح المجتمع كله، هذه قاعدة. ومن ثم كان قواد الجيوش اذا صدرت اليهم الاشارة بالتحرك الى ميادين القتال يدخل القائد على زوجته ويقول لها: استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، اين سيكون لقاؤنا؟ فتقول له زوجته بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: ان لم يكن لقاؤنا في خيمة العدو فلقاؤنا في الجنة على حوض رسول الله. هذه قواعد التربية الاسلامية. فاذا ما اخذ الزوج مضجعه لينام، اذا دخل حجرته لينام، تزينت له زوجته وتوضأت وفي ماء الوضوء نور، وفي جمال الاخلاق نور، ويكون المجموع نورا على نور، دخلت عليه بهدوء وادب وسألته هذا السؤال: ألك حاجة الي؟ ان كان له حاجة اليها قضاها، وان لم يكن له حاجة قالت له بلسان مؤدب وامين: اتاذن لي ان اقوم الليلة فاصلي بين يدي الله رب العالمين. لا تعرف التمنع وهي راغبة، ولا تعرف الصدق وهي كاذبة، ولا تعرف الخداع وهي راغبة في الخداع. ان احد الصالحين كان اذا استيقظ ليلا سمع زوجته تذكر الله، فسألها ذات ليلة وقال لها: يا امة الله، الا تنامين؟ فقالت له: يا عبد الله، وكيف ينام من علم ان الله جل جلاله لا ينام؟ يا حبيب القلوب، انت الحبيب، انت انسي وانت مني قريب. يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم، فنعم الطبيب. طلعت شمس من احب بليل، واستنارت فما تلاها غروب. ان شمس النهار تغرب بالليل، وشموس القلوب ليست تغيب. واذا ما الليل اسبل سترا فالى ربها
القلوب. ان علاج النساء في اي مجتمع يعتبر هو المقياس الصحيح لتربية المجتمع، ومن ثم اسوق الى حضراتكم هذه الواقعة الاسلامية. اسمعوا ايها الاخوة الاعزاء، كان احد الصالحين واسمه النعمان بن ابراهيم يسير ذات يوم في مدينة الكوفة، وبينما هو سائر اذ سقطت تفاحة من بستان فاخذها فاكل نصفها وتذكر انها ليست ملكه، فدخل على البستاني وقال له: لقد اكلت نصف تفاحة فسامحني فيما اكلت واخذ النصف الاخر. فقال له البستاني: انا لا املك السماح لان البستان ليس ملكي وانما هو ملك سيدي. فقال له النعمان: واين سيدك حتى اذهب اليه واستسمحه؟ قال له: بينك وبينه مسيرة يوم وليلة. قال الرجل: لأذهبن مهما كان البون شاسعا والسفر بعيدا، فلا يحل لي ان اكل شيء بدون اذن سيده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نبت جسمه من حرام فالنار اولى به. وحملته قدماه الى بيت صاحب البستان وطرق بابه وفتح له الرجل بابه وقال له: يا سيدي سامحني فيما اكلت وهذا هو نصفها الاخر. فنظر صاحب البستان اليه وقال له: يا هذا لا اسامحك الا بشرط واحد. قال: وما هو؟ قال: ان تتزوج ابنتي. قال الرجل في نفسه: وهذا شرط؟ اكل نصف تفاحة واتزوج ابنته؟ ما هذا؟ ولكن ابا الفتاة قال له: اليك اوصافها قبل ان تدخل بها وتحقد عليها، انها عمياء بكماء، انها صماء، انها مقعدة عمياء العينين، بكماء اللسان، صماء الاذنين، مقعدة الرجلين. وفكر الرجل في هذا الامر: اهذه زواجة يصح ان يقترن بها؟ من اجل هذا لا تريد ان تسامحني فيما اكلت يا سيدي؟ قال له: بغير هذا الشرط لا اسامحك. فقال الرجل: قبلت خطبتها وسأقبل زواجها وأتاجر فيها مع الله رب العالمين، أقوم على خدمتها وأكون بذلك قد وضعت رصيدا في بنك الرحمن جل في علاه. ودعا أبوها بشاهدين فشهدا على الحق، ولم يقل المأذون: قل قبلت زواجها على مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة. فلم يكن ابو حنيفة يومها قد خلق وعقد العقد. واذا بالرجل يأتي بابنته ويدخلها حجرته ليدخل زوجها عليها ليلا، واستعد النعمان للدخول على زوجته وكأنه سيدخل معركة تستعمل فيها جميع انواع الاسلحة. دخل عليها وقال
سألقي عليها السلام وانا اعلم انها صماء لترد علي ملائكة الرحمن السلام. هكذا كانت افراحهم، كانت سلاما وكانت وئاما وكانت قرآنا وكانت سنة. لم تكن افراحهم ولا حفلاتهم خمرا ورقصا وعزفا، انما كانت افراحهم موائد قرآنية عاطرة ربانية. لم تكن حفلاتهم لهوا ولا غشا ولا تهريجا ولا دجلا ولا حشيشا ولا مسكرات تغيب العقل عن التفكير في ذكر الله. فماذا حدث يا سادة؟ دخل عليها وألقى عليها السلام، فردت عليه السلام وهبت واقفة وضعت يدها في يده. قال الرجل: فماذا حدث؟ ردت السلام، إذن هي ليست بكماء، لسانها يتكلم. وسمعت السلام، إذن هي ليست صماء. وقامت واقفة، إذن هي ليست مقعدة ولا كسيحة. ومدت يدها إلى يده، إذن هي ليست عمياء. فلماذا أخبرني أبوها بأن بها هذه الصفات كلها؟ لماذا أخبرني أبوها بأن فيها تلك الصفات جميعها؟ جلس بجانبها يسألها: إن أباك قد أخبرني بأنك عمياء بكماء صماء مقعدة. قالت له الفتاة: لقد صدق أبي. قال لها: ولكني لا أرى شيئا من هذا كله. قالت له: إن أبي أخبرك بأنني عمياء لأن عيني لم تنظر إلى ما حرم الله. عمياء عن الحرام، عمياء عن الحرام، لا تنظر إلى ما يغضب الله. صماء الأذنين عن كل ما لا يرضي الله. لم يكن هوايتها العزف على الشلو، ولم يكن هوايتها سماع موسيقى الخنافس، ولم يكن هوايتها الادب الانجليزي وهي لا تصح آية في سورة الفاتحة. اخبرك ابي بانني بكماء اللسان لان لساني لا يتحرك الا بذكر الله. اخبرك ابي بانني مقعدة لان قدمي لم تحملاني على مكان يغضب الله تبارك في علاه. قال الرجل: نظرت الى وجهها فكأنها قطعة قمر ليلة التمام. ودخل بها وانجب منها مولودا ملأ طباق الارض علما. أتدرون من هو يا سادة؟ إنه الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكداً.